السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أدوب أعلنت إن النسخ الأصلية بتاعتها هينزل فيها الذكاء الاصطناعي، مش نسخ تجريبية، لا، النسخة العادية اللي اتعمل لها أبديتد خلاص هتلاقي فيه ذكاء اصطناعي موجود. زي مثلا لو أنت عندك فيديو ممكن تتعلم على أي عنصر ويبدأ يتابع الفريمات ويلغي لك العنصر ده من الفيديو. تعال نشوف كده في AI at أدوب، موجود في كل الإصدارات، هتلاقي حتى في الفوتوشوب، في بريمير، في أفتر إفكت، كل الحاجات دي لازم هتلاقي فيها ذكاء اصطناعي. في مثلا الجينيريتيف اي اي، او اللي هيكون لك الصوره من خلال الذكاء الاصطناعي، وده موجود في الفوتوشوب، ان انت تكتب تكست فهو يبدا يعمل لك الصوره ديت. على سبيل المثال اهو، انت بتقول له مثلا عايز حاجه مثلا بتكست معين، وتقول له مثلا عايزه بشكل معين، فيبدا يعمل لك الشكل دوت. تقول له طب اعمل لي طائر، فيبدا يديك حلول، يبدا ان هو يحط لك في المكان دوت. كل ده بالذكاء الاصطناعي، وخلاص ده بقى جوه الفوتوشوب. في عندنا فاير فلاي، وده كان زي حاجة تجريبية بحيث لما الناس تعجبها الحاجة يبدأوا ينزلوها في قلب الفوتوشوب وفي الافتر افكت وهكذا. تعلم عليه جزء وتقول له كون لي صورة هنا، فيبدأ يمسح كل الموجود ويكون لك الصورة. خلاص بقى، خلاص هو أساسي في قلب البرامج موضوع الذكاء الاصطناعي. طبعا فاير فلاي ده فيه امكانيات كتير جدا، زي تكتب اي حاجه هو يبدا يعمله لك بالشكل دوت. عايز مثلا كلب لابس بدله، مثلا كلب لابس مثلا زي بحر، تكست افكت، تكست تو ايمج، جينيتا فيل، كل الحاجات دي موجوده بشكل رائع في قلب البرامج الأصلية، وموجودة كمان أونلاين.